من جانبها وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رسالة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم. وقالت السيدة انتصار السيسي إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، داعية الله لأن يحفظ بناتنا وأولادنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.